ونرحب اليوم بالجلسة الأولى، واللي قصدناها تكون الأولى لنرى فيها عرض وشرح من الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهو غني عن التعريف، وسيتطرق بعون الله إلى الخطة اللي بالحقيقة بذلوا الأمانة العامة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجتمع المدني الوقت والجهد للوصول إلى هذه الخطة التي اعتمدت ل2030، وهذه أول خطة تكون طويلة المدى. نرحب بالدكتور خالد المهدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير. في البداية أحب أني أشكر أخوي بدر سلمان على هذه الفكرة الرائدة في أن يكون لدينا ملتقى للمشاريع الاستشارية في دولة الكويت، وأيضا هو باكورة التعاون ما بين ثلاث قطاعات أساسية في الدولة، وهو القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع المجتمع المدني المهني البروفيشنال سيفل سوسايتيز. اليوم راح أتكلم يمكن على عجالة، لأن الكلام في موضوع الخطة وتفاصيلها والأفكار اللي فيها يمكن يأخذ ساعات في النقاش. حاول أن أقدم عرض مختصر لسؤال دائما ينطرح علي، إلى درجة أني من كثر ما أني أجبت عليه هم أرد أعيده مرة ثانية ويقولون ما عندنا خطة. هذا السؤال دائما أسأله، هو في عندنا خطة في البلد؟ وأرد أقول إيه نعم في خطة بالبلد. الحقيقة الكويت من عام 1952 هي رائدة في وضع الخطط، و52 كان أول مخطط هيكلي. الجماعة والإخوان اللي موجودين في بلدية الكويت يعرفون هذا الشيء، وعلى علم أيضا بأن لم يكن هناك مخططات هيكلية في الدول المنطقة أو دول الجوار، والكويت كانت سباقة في وضع خطة في لهيكلية العمرانية لدولة الكويت. هذا عام 52. أنا اكتشفت صراحة في زيارة لي حق الـ OECD في شهر 4 2017، واكتشفت أن الكويت هي الدولة الأولى في العالم العربي اللي كانت لديها خطة عمرانية. البقية كانت لديهم خطط تقريبا spatial distribution مثل ما نقول، لكن الكويت كان لديها مخطط هيكلي. وكان المخطط الهيكلي في البداية، لأن متطلبات الوقت في آنذاك هو دخول الكويت كسياسة اقتصادية في ما يسمى بتوزيع الثروة، حيث أن الكويت خرجت من مرحلة صعبة جدا وهي مرحلة ما قبل النفط. المرحلة هذه لم تكن الكويت دولة غنية بقدر ما كان مجتمع ذو اقتصاد متنوع مستدام، ولكن كان الجي دي بي له جدا قليل بالمقارنة مع دول العالم اللي كانت فيها موارد طبيعية وغيره. دخول النفط أدى إلى ما نسميه بالطفرة، وكانت السياسة الاقتصادية آنذاك مبنية على أساس ما يسمى بـ wealth distribution أو توزيع الثروة. استمرت هذه السياسة تقريبا إلى أن تم إطلاق رؤية صاحب السمو في 2007 بأنه يجب أن نتوجه إلى ابتعادا عن الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد خلق الثروة، وهو ما يسمى بالwealth creation. مع تدهور أسعار النفط مع الوضع العالمي والاقتصادي، أيضا دخلنا احنا في مرحلة أخرى، أن احنا يجب أن تكون تنويع القاعدة الإنتاجية بدولة الكويت هو أمر أساسي وملح. فظهرت الخطة الوطنية لدولة الكويت وهي حتى عام 2035، عبارة عن مجموعة من الخطط الخمسية، وسنتناولها إن شاء الله في هذا العرض. في البداية دائما احنا نبدي في اي موضوع مرتبط في الخطة الانمائية ان نذكر برؤية صاحب السمو، هو المرجع الاساسي لنا في موضوع التخطيط الاستراتيجي. والرؤية صاحب السمو هي رؤية طموحة لدولة الكويت، وهي ما نسميه نحن برؤية 2035. ترتكز الرؤية
أو كما يحب البعض أن دائما يعرف فيما بالمركز المالي والتجاري، وهو السطر الأول في الرؤية، ولكن الرؤية فيها أركان أخرى يغفل البعض عنها. الأساس الحقيقي اللي موجود في رؤية صاحب السمو أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ويكون القطاع الخاص هو الذي يقود هذه العملية التنموية. هذا الأمر قد يكون له تحديات. لماذا؟ لأن احنا دخلنا من بعد اكتشاف النفط والتطور والتنمية التي حدثت في الكويت، والسياسة اللي نقدر نسميها، ما بسمي كلمة ريعية بقدر ما هي سياسة توزيع الثروة، قلصت من حجم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. الأنشطة الاقتصادية في دولة الكويت الآن أغلبها بيد الدولة، قرابة 70 إلى 80%. هذا الأمر يسبب اختلال في البنية الاقتصادية والبنية القاعدة الانتاجية في دولة الكويت. الآن فكرة 2035 اللي صاحب السمو حفظ الله ورعاه اطلقها هو ان يقلص حجم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي، ويبقى القطاع الحكومي هو قطاع منظم ومراقب، ويكون مزود الخدمة فقط من أجل تمكين القطاع الخاص من أجل العمل. هذا الأمر ليس بالسهل. عندما نتكلم عن فترة زمنية طويلة قضى فيها القطاع العام أن يكون مشغلا ومنظما، أن يتحول إلى منظما مراقبا فقط، ويكون التشغيل لدى القطاع الخاص للأنشطة الاقتصادية. الموضوع قد من السهل الواحد يتكلم عنه، ولكن من الصعب عندما ننزل على أرض الواقع أن نرى هذا التحول. لماذا؟ لأن مطلوب من الحكومة في هذا الوضع أن تكون ممكنة للقطاع الخاص من العمل، وأنا أقصد في تمكين القطاع الخاص موضوع مهم أكثر من أنها تطرح مجموعة من المناقصات والقطاع الخاص يقوم فيها. إحنا نتكلم عن تمكين فعلي بأن يكون القطاع الخاص جزء من الدورة الاقتصادية في الدولة. إضافة إلى ذلك، من أجل أن يكون لدينا قطاع خاص ناجح يجب أن يكون لدينا قطاع حكومي قوي، جهاز حماية منافسة قوي، جهاز حماية مستهلك قوي، وأيضا جهاز لمكافحة الفساد قوي. وهذه الأمور يجب أن تكون موجودة في القطاع الحكومي لأن يكون ممكن للقطاع الخاص في العمل. هذه الفكرة باختصار المفهوم العام لرؤية صاحب السمو، على أن يكون لدينا في هذه الحالة رأس مال بشري متطور، لأنه لا يمكن أن تحقق الرؤية أهدافها ما لم يكن لدينا رأس مال بشري رائع. يكون لدينا هناك بناء للقدرات، وهني نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة. إذا لم يكن الفرد والمواطن الكويتي أو المقيم في دولة الكويت يصل بمرحلة من الكفاءة ومرحلة من الإعداد بأن يحقق هذه الخطة الطموحة، فسوف نواجه عقبات وعراقيل إلى حين تحققها. الآن نريد أن نوضح آليات الخطة وهي الحوكمة المؤسسية لها في دولة الكويت. في البداية الخطة الإنمائية الأولى بدأت 2010-2014-15، يعني احنا نتكلم على خمسيات إلى الوصول إلى رؤية الكويت. هذه الخمسات اللي هي الميد رينج بلان هي التي تم اعتمادها من ضمن قانون التخطيط التنموي الذي نعمل به. نظل احنا في دولة الكويت نعمل وفق لأطر قانونية وأسس تشريعية يجب أن نلتزم فيها، والالتزام يكون كالآتي: بأن يكون لدينا هناك خطط خمسية، وكل خطة خمسية تتكون من مجموعة من الخطط التشغيلية لمشاريع الدولة. المشاريع التي تدرج سنويا في الخطة اللي هي محور اهتمام العديد من الشركات سواء الاستشارية أو المقاولين أو المستثمرين في القطاع الخاص أو للقطاع المهني أو القطاع العام أيضا، هذه المشاريع دائما هي محور سؤال: ما هي المشاريع القادمة وغيرها. لكن الخطط الخمسية فقط توضح ما يسمى بالسياسات. الكويت ابتعدت في التخطيط الاستراتيجي عن الفكر القديم اللي يسميه سنترال بلانينج
أو التخطيط المركزي، وبدأت مرحلة جديدة من التخطيط يسمى بالتخطيط التأشيري. يمكن هذه مصطلحات شوية فنية ولكن أنتم أعلم فيها مني أيضا. التخطيط التأشيري هو أن تقوم الدولة بوضع ممكنات للقطاع الخاص في الحركة، وهذه الفكر أو المنهج في التخطيط التأشيري قد تم تطبيقه في أكثر من دولة، منها على سبيل المثال الهند، منها على سبيل المثال بعض الدول الأوروبية اللي خرجت من التخطيط المركزي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لأن التخطيط المركزي هو كان من المناهج التي كانت تستخدم في الفكر الاشتراكي الاقتصادي. الآن نحن نتكلم عن منهج تأشيري، أن تقوم الدولة بالتمكين لقطاع الخاص. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث ما لم تكون الخطط الخمسية متواكبة ومتناغمة مع ما نسميه بالمخطط الهيكلي لدولة الكويت، ورح نكون نشير إليه بعد شوي. فإذا لدينا نحن خطط خمسية، وكل خطة خمسية تتكون من مجموعة من الخطط السنوية والمشاريع اللي تعتمد لها ميزانية. الميزانية ليست كلها من الدولة، لكن هناك بعض المشروعات اللي يكون القطاع الخاص جزء منها. تتكون الخطة من 7 ركائز رئيسية. 7 ركائز رئيسية تم استنباطها من رؤية صاحب السمو ومبنية على أساس علمي ومنهجي. 7 ركائز نحب نقولهم على عجالة، لأن راح نفصل فيهم. الإدارة الحكومية الفاعلة، يجب أن يكون لديك حكومة قوية قادرة فاعلة تمكن القطاع الخاص. رقم 2 هي الرعاية الصحية العالية الجودة. رقم 3 الرأسمال بشري إبداعي، وكلمة إبداعي وردت لسبب أن احنا نمر في ما يقال أو يسمى بالثورة الصناعية الرابعة. أيضا البيئة المعيشية المستدامة والمتعلق في الجرين ليفينج والجرين ايكونومي، لأن هذا يؤثر في موضوع الاستدامة، وأيضا وجوب بنية تحتية متطورة على المستوى اللوجستي والمستوى المعلوماتي. وأنهي ب2 وهو رقم 6 هو الاقتصاد المتنوع المستدام، بأن تكون لديك قاعدة إنتاجية متنوعة تساهم في ديمومة واستدامة الاقتصاد. كل هذا يصب في مكانة دولية متميزة تكون الكويت فيها في المؤشرات العالمية جاذبة للاستثمار، كما ذكر صاحب السمو أمير البلاد في رؤية. الانطلاقة في هذه الخطة، خطة 2035، تحت منهج نحو تنمية مستدامة. شعار نيو كويت هو البراندينج للخطة، أو ما نسميه نحن بطريقتنا في الدعم الإعلامي لخطة دولة الكويت، وتم إطلاقه في شهر 1 2017، وسنورد بعض الشيء على الحدث اللي صار في أول السنة. نريد أن نوضح شغلة، أن نحن نقوم بوضع الخطة بناء على مؤشرات تنافسية العالمية. هذا السؤال دائما ينطرح، أين تقع الكويت بين دول العالم ومصافها؟ دولة بإمكانيات الكويت، الطموح لدينا بأن تكون من أعلى 35 دولة في جميع المؤشرات التنافسية العالمية وبحلول 2035، يعني ليس في مؤشر واحد أو مؤشرين أو 3، في جميع المؤشرات. إحنا الحين إذا حققنا جزء من هذا بحلول 2035 80-90% منه، يكون احنا قربنا وايد في تحقيق رؤية صاحب السمو لارتباطها بالمؤشرات التنافسية العالمية. اريد ان اوضح طريقة وآليات المؤشرات التنافسية. اذا قسمنا ترتيب دول العالم بالربع الاول والربع الثاني والثالث والرابع من الاقل واكثر، تقريبا 25% من دول العالم تكلم على التوب 35، توب 35 فيه. الطموح كله نوصل فوق عند الأخضر، تكون جميع مؤشراتنا قاعدة فوق. الحين بعض المؤشرات موجودة حاليا عندنا في أوضاع جدا متدنية. هذه الأوضاع المتدنية إذا قارنتها أنا إلى وين أنا رايح، يعني أنا صارت عندي ما يسمى بفجوة. هذه الفجوة في المؤشر أو الجاب في المؤشر يتطلب من الدولة القيام بمبادرات، مشاريع، قرارات، قوانين أو تشريعات تساهم في سد الفجوة في المؤشر.
هذه الفكرة ببساطة فكرة وضع الخطة الإنمائية في الدولة. زين، الحين يأتي السؤال اللي بعده، ما هي هذه المبادرات، ما هي هذه السياسات، ما هي هذه المشاريع، ما هي هذه القوانين، ما هي هذه التشريعات اللي أحتاجها لسد هذه الفجوة؟ الآن يبدأ ما يسمى بالإبداع. الحين يعني قاعد نتكلم إحنا على كذا شغلة، ممكن الواحد يقول لك لا والله مثلا هذا المشروع أو هذه المبادرة أو هذه الفكرة أو 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 ما تسد الفجوة. هذا النقاش قد يطول أحيانا أيام، إذا ما أقول أسابيع. ليش؟ لأن هني يدخل فيها أكثر من عامل. العامل الأول اللي هو ما يسمى بدراسة الموضوع ب 360 درجة والوحد عن الحل الأفضل. نحن لا نبحث عن the best solution، نبحث عن the optimal solution، ليس الوضع الأفضل والأوضع الوضع الأمثل الممكن الذي يمكن تحقيقه. لأن إذا حطت الخطة بمبادرات وسياسات وتشريعات ومشاريع رائعة صعبة التحقيق أو أنها صعبة التنفيذ، ما استفدنا شيء. فالتحدي دائما أن ما هي المبادرات، ما هي التشريعات، ما هي السياسات العامة التي يجب أن تكون موجودة من أجل سد هذه الفجوة. الآن نتكلم عن أول ركيزة من الركائز، نطالع شنو التحديات الموجودة، المؤشرات اللي فيها فجوات، وما هي البرامج المعدة في الخطة السنوية الحالية. يعني هل هذه البرامج التصحيحية قد تتغير مع تقدمنا إلى 2035؟ أكيد، لأن التخطيط هو عملية عضوية ديناميكية، وليس التخطيط هو أمر استاتيكي، لأنه هو living document اللي ما نسميه نحن بالوثيقة الحية. الآن عندما ننظر إلى الإدارة الحكومية الفاعلة، يوجد هناك ثلاث برامج، لأن يوجد هناك مجموعة من الفجوات في مؤشر الحكومة الأخلاقية ومؤشر الحوكمة. ثلاث برامج تم تفعيلها: برنامج استراتيجية النزاهة اللي هو البعض يسميه مكافحة الفساد، لكن مكافحة الفساد يمكن اسم سلبي، ولكن هي استراتيجية النزاهة في المؤسسات الحكومية. برنامج إصلاح المخطط الهيكلي ورأيي عليه، وبرنامج الحكومة الإلكترونية. البرنامج إصلاح المخطط الهيكلي، أحد الإشكاليات التي حدثت في الخطة الخمسية الأولى أن المخطط الهيكلي غير متناغم مع الخطة الإنمائية. الخطة الإنمائية في فكر، والمخطط الهيكلي فكر آخر. لقينا ما يقارب 66% انحراف معياري، حيث أن كثير من المشاريع اللي موجودة في الخطة الإنمائية ما تتوافق مع المخطط الهيكلي، فيضطر المخطط الهيكلي يتغير بناء، وهكذا. هذه الآلية وهذه الديناميكية سببت اختلال في مسودة المخطط الهيكلي في الدولة، ولهذا تم وضع برنامج لإصلاح المخطط الهيكلي، وبدأ فعليا بإطلاق في شهر في أول سنة 2017 إطلاق المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت تحت مسمى كويت سمارت كويت 2040. ودائما المخطط الهيكلي يكون لاحق للخطة في موضوع التنفيذ. فبكذي إحنا الحين نتكلم عن نيو كويت، المرحلة الجاية 35 سنة اللي بعدها اللي تنطلق من 2040 تصير سمارت كويت، إلى أن نصل إلى ما بعدها إلى 2100 نتكلم على سستينبل كويت. إذن هذه هي ما يسمى بالأهداف البعيدة المدى أو الرؤى البعيدة المدى. الآن نحن لدينا رؤية نيو كويت، ثم تبدأ رؤية سمارت كويت ابتداء من المخطط الهيكلي اللي راح يتم تحديثه مرة أخرى. إذن نحن نتكلم عن سايكل طويلة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى. برنامج الحكومة الإلكترونية، وهو من البرامج المهمة مع استراتيجية النزاهة، يؤثر إيجاباً في موضوع الحوكمة المؤسسية في الدولة. أحد الأمور اللي دائماً احنا نسمعها بأن الكويت عسرة في دورتها المستندية، وهذا الملتقى أصلاً موجود لهذه الركيزة، ويركز تماماً على موضوع ترشيد وتقليص الدورة المستندية، لأن ترشيد الدورة المستندية مرتبط ارتباط رئيسي في معرفة الإجراءات الرئيسية مدداً وعدداً، تقليصها وترشيدها إلى الوصول إلى الدورة الصحيحة قانونياً تشريعياً وأيضاً فنياً تكون ملائمة. هذا اللي احنا نسميه برنامج الحكومة الإلكترونية، اللي هو فيه جزئين. الجزء الأول وضع الإجراءات، أعتقد
المكاتب الاستشارية في الكويت دائما تتكلم عن ما هي الـ SOPs الـ Standard Operating Procedure اللي عندكم في الحكومة. الآن واجب على الدولة أن يكون في كل جهات اللي موجودة حسب العلم، إحنا في 3-4 جهات على علم لديهم Standard Operating Procedure. الآن هذه الـ Standard Operating Procedure تتحول إلى أتمتة وميكنة أوتوميشن، فكذي إحنا قللنا المدد والعدد في هذه، هذا اللي نسميه الآن أكو مصطلح غريب شوية اسمعه يسمونه الهندرة. فأنت تريد أن تهندر إجراءات دولة الكويت بحيث تكون عدد الإجراءات ومددها محدود ومرشد. هذا راح يأثر على أي مؤشر، المؤشرات الأساسية الحوكمة ومؤشر الحكومة الأخلاقية. نبدأ الآن في الركيزة الثانية وهي تعتبر أساس الفكر في نيو كويت، وهو الإنسان نفسه، هو الرأس المال البشري الإبداعي. حاليا يوجد هناك تحديات، طبعا آخر تقرير تم الإعلان عنه بأن المؤشرات المرتبطة بجودة التعليم في الكويت منخفضة، كون أن الحكومة في جهازها التخطيطي يعلم بما يعلمه الجميع بالمؤشرات العالمية. إحنا لا نستطيع أن نستخدم مؤشرات تجارية، يعني هذا موضوع يجب أن أوضحه، المؤشرات التجارية ممنوع استخدامها، يجب أن يكون المؤشر إما المنتدى الاقتصادي العالمي أو يكون من ضمن الجامعات المرموقة التي وضعت مؤشرات في العالم. ما نقدر نرجع حق بعض المؤسسات التجارية اللي تعلن مؤشراتها، هذا الموضوع جدا مهم وحساس، لأن ما تقدر أنت تستخدم مصطرة هذه المصطرة وضعها صاحب منفعة أو صاحب انترست أو اهتمام بأن هذا يجيرها على كيفه، فلازم تكون المؤشرات محايدة. يعني بصراحة هو مثل external audit، يعني ما تقدر تقول تقيم نفسي، ما تشر يقول لك والله أنتوا حققتوا شنو بالخطة بهالمؤشرات، بناء على شنو؟ بناء مو علي أنا أقول أنا حققت. هذه التقارير هي التي تدل على الجميل في الموضوع، في موضوع المؤشرات التنافسية أن كثير من دول العالم تستخدمها، فما في مجال، في عندك تحدي، فأنت مو معناته أنك رفعت مؤشر أنك أنت خلاص انتهيت، هي الحفاظ عليه أيضا، لأن هناك أيضا تنافسية قاعدة تحدث في الدول اللي تستخدم هذه المؤشرات أيضا. أمشي على بعض التحديات الموجودة، تحديات سوق العمل وموائمة سوق العمل بالتعليم، هذا الأمر صار الكلام فيه وايد، ودي أوضحه على عجالة. سوق العمل ديناميكي والتعليم الحالي ستاتيكي، فما تقدر أنت تربط ستاتيك بديناميك، لازم يكون في عندك سينكرونايزيشن، يكون في عندك نوع من الترابط ما بين مخرجات سوق العمل والتعليم. الآن ما يحدث أنه سوق العمل يستقبل ما فرض عليه، لكن بالأصل في الاقتصادات المتنوعة المستدامة ما هو؟ أن يكون سوق العمل هو الذي يحدد التعليم وليس العكس. نعم هناك بيسك، في هناك مبادئ أساسيات ما يكون خلاف عليها، لكن هناك أيضا يجب أن تكون المؤسسات التعليمية في الدولة والمؤسسات التعليمية الخاصة أيضا ديناميكية بحد الكفاية بحيث تتوائم مع سوق العمل. الوضع الحالي في اختلال. رقم 2، على طاري سوق العمل أرجع مرة ثانية، ما يقارب، أنت نتكلم إحنا عبء الموازنة الدولة 90% يعمل في القطاع العام، 2035 المفروض يكون هذا الرقم أقل وايد من هالـ90%، وبالأخص أنك تكلم في القطاع الحكومي فقط، طبعا القطاع العام غير الحكومي، العام أكبر شوي. الحكومي نتكلم إحنا عن 350 تقريبا ألف موظف في الدولة. تمكين ودمج الفئات الاجتماعية المختلفة، الآن موضوع التمكين، المرأة مثلا موضوع تمكينها موجود، ولكن الدمج الآن أهم، يعني مثلا أن نرى عدد من الوزراء أكثر من النساء. الآن مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في عدد أكثر من الأعضاء من النساء. هذا الأمر يجب تفعيله على مستوى الدولة بأن يكون هناك اندماج للمرأة على سبيل المثال، أيضا هناك الدمج للشباب ولفئة الشباب، والدمج وهو فئة الشباب تشكل الثلثين تقريبا في المجتمع الكويتي، الخطة كلها حقهم في النهاية
على 2035 الشباب المفروض يبدون يرون الكثير من الأمور هذه تحققت. طبعا هذا ما يتم إلا بتوحيد جميع الجهود وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يجب أن نتعامل معهم دمجا في المجتمع. ندخل الآن على جودة التعليم. يوجد مشاكل في جودة التعليم خصوصا في التعليم الأساسي المتعلق بالرياضيات والعلوم. نتكلم عن ثورة صناعية رابعة ونتائج بيرلز وتيمز دائما منخفضة ومتردية. هذا خطر، يجب التعامل مع هذا الموضوع بما يسمى بريفورم للتعليم. وزارة التربية بدأت في هذا الريفورم من فترة، وهو البرنامج المعروف مع البنك الدولي، وبرنامج جدا متطور، لكن عملية تطبيقه وأن يكون الناس مقتنعة فيه وتتحرك عليه هذا يأخذ وقته. أيضا شبكة الأمان الاجتماعي أو ما تسمى بسيتيزن إنكم تحتاج إلى تصميم. الشبكة حاليا الموجودة في الكويت تشتمل فقط المساعدات الاجتماعية، ولكن احنا نضيف إليها عناصر أخرى حتى تكتمل هذه الشبكة، وهو أيضا من أولويات برنامج عمل الحكومة. وأيضا السلامة المرورية، وزارة الداخلية قاعد تنظر في هذا الموضوع كجزء من استراتيجية المرور نتيجة لأن هناك تحديات في هذا الأمر. يبقى لدينا البرامج التي وضعت لحل هذه التحديات وتعزيز المؤشرات. ودي أستوقف هنا شوي أخذ وقتي فيه. الاقتصاد المتنوع المستدام هو الأساس من أساسيات الخطة بعد رأس المال البشري. الاقتصاد المتنوع ما هو المقصود فيه؟ القاعدة الانتاجية في دولة الكويت الآن أغلبها تأتي من مورد واحد وهو المورد النفطي. هذا لا يكفي للاستدامة خصوصا بحلول 2030 كثير من دول العالم تقول لك حتى النفط ما بيستعمله، هناك بدائل أخرى قاعدة تظهر للطاقة. الدولة تتحرك من الآن من أجل تكاملية هذا الموضوع من ضمن اقتصادها. يوجد 4 ممكنات وضعت بالخطة، وهناك ممكن خامس إلى الآن لم يبدأ وضع ملامحه. 4 من الممكنات: الأول هو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص وتمكين المواطن بما يسمى بالشراكة PPPP. دول العالم عندها 3 P's، احنا عندنا 4. أوضح شلون؟ البي الأولى public، الثانية private، الثالثة people، والأخيرة partnership. لأن الشركات اللي تقوم الدولة في تمكين تأسيسها يوجد هناك نسبة معينة للمواطن، وسنرى قريبا اكتتاب لأول شركة وهي شركة شمال الزور، وهي كانت من ضمن مشاريع الشراكة الناجحة في إنتاج الطاقة الكهربائية ومن المشاريع الرائدة في البنية التحتية بدولة الكويت. الآن التحدي اللي موجود في تعزيز هذا المفهوم كيف؟ بأن تقلص الدولة الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بتشغيلها. فطرحت الدولة 25 عام برنامج تخصيص ل 48 تقريبا جهة. طبعا هذا يكون زايد ناقص، يعتمد على ديناميكية الوضع والطرح. فهذا التخصيص معناته أنك تحتاج تغير قانون، وهو تعديل قانون 2010 اللي تم الآن نحن في طور طرحه إلى مجلس الأمة في من ضمن البنية التشريعية الأساسية لهذا القانون. قانون التخصيص يشتمل على فكرة أساسية، هو تمكين المواطن من الملكية، وتتحول هذه المؤسسات الحكومية أو جزء منها إلى كيانات اقتصادية. رقم 2، الأول الشراكة، الثاني تخصيص. رقم 3، المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الكويت تمتلك أكبر صندوق لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. هذا الصندوق تقريبا 7 مليار دولار، 2 مليار دينار كويتي تقريبا، وهو أحد الطرق في تمكين الاقتصاد الكويتي. رقم 4، إذا تكلمنا على الشراكة، على التخصيص، المشاريع الصغيرة. رقم 4، الاستثمار الأجنبي المباشر. الاستثمار الأجنبي المباشر هو اللي أن تجتذب هذه الشركات العالمية والكبرى في دولة الكويت، وحققت الكويت نجاحات عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. أيضا هناك ممكن خامس على قولتهم قاعد يطبخ شوي شوي، اسمه الاقتصاد المعرفي. الاقتصاد المعرفي هو متعلق ليس في موضوع الديجيتايزيشن بس. الاقتصاد المعرفي هو كيف أن تكون اقتصاد سايكل من الفكرة حتى السلعة ودخولها في السوق.
وفكر الاقتصاد المعرفي يعتمد اعتماد رئيسي على الإبداع والابتكار. يوجد في الكويت بنية تحتية مفككة في هذا الموضوع. الآن الفكرة اللي طرحت ووضعت كبرنامج في الاقتصاد المعرفي في خطة الإنمائية أن يكون لدينا تكاملية في بناء بنية تحتية للاقتصاد المعرفي في دولة الكويت. أطلع أنا على الركيزة الرابعة الخامسة أعتقد الحين، البنية التحتية المتطورة. لا يمكن أن تؤسس اقتصادات متنوعة مستدامة في ظل عدم وجود بنية تحتية upgraded. دائما أنا أقول هذا المثل، عندك بيت تبنيه من الصفر على أرض مو مثل بيت موجود أصلا تبي ترممه، وهذا التحدي اللي موجود الأساسي في الدولة. احنا عندنا أصلا بنية تحتية قديمة وما زالت موجودة وبنية تحتية جيدة، لكن الآن تريد أن تقوم في عملية تطويرها وتجديدها بالإضافة إلى بناء واحد يقول إنزين هدم وابني، ما تقدر، هذه دولة مو بيت، يعني دولة فيها بنية تحتية. علشان تدخل في تطوير هذه البنية التحتية يجب أن نستوعد ما نملكه الآن وكيف ننتقل إلى وضع أمثل. دائما upgrading is harder than building from scratch. تطوير المنظومة النقل الجوي هذا رقم واحد، البري رقم اثنين، البحري، فهذه هي ما نسميه احنا في التطوير اللوجستي. رقم اثنين اللي هو تطوير المعلوماتي او ما يسمى بالاي سي تي، ورقم ثلاثة وهو تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية. الكويت دولة اصلا ما فيها مياه عذبة، بالتالي تحتاج الى تطوير البنية التحتية لانتاج الطاقة الكهربائية. بالنسبة للركيزة الأساسية جدا، أعتقد أخونا وعزيزنا دكتور محمد صرعوي راح تعجبه وايد هذه، لأن هي تمس أيضا جزء من عمله، وهو البيئة المعيشية المستدامة. يعني من الأمور المهمة جدا، يوجد هناك أثر اقتصادي لأي تدهور بيئي، فالتدهور البيئي دائما يتسبب في ما يسمى بانخفاض دليل الأداء البيئي لدولة الكويت، وهذا مشكلة لأن لها تبعات اقتصادية سواء على المستوى الصحي الاجتماعي المعيشي. أنت تريد أن تكون هناك بيئة جاذبة وليست بيئة منفرة، فهذا المهم، بيئة بمعنى بيئة معيشية. فظهرت مجموعة من البرامج على السطح نتيجة لحل أو اقتراحات لحل هذه المؤشرات وهذه التحديات، وكل برنامج فيه حزمة من المشاريع. الأول هو برنامج المدن الذكية أو ما يسمى بالإيكو سيتيز أو سمارت سيتيز، برنامج الحفاظ على سلامة جودة الهواء في الدولة، برنامج توظيف الطاقات المتجددة. نحن نفخر في مجمع الشقاية ورؤية صاحب السمو 2030 بأن تكون نسبة الطاقة الكهربائية، عفوا نسبة الطاقة المتجددة من في الطاقة الإجمالي الطاقة الكهربائية بدولة الكويت يكون 15%، يعني 4500 كيلووات يدخل من طاقة متجددة. وبالفعل بدأت الدولة في مشروع مجمع الشقاية وهو جدا مشروع طموح، وبدأ الإنتاج الفعلي للخلايا الكهروضوئية، والآن سيتم تشغيل الحرارية أيضا. أيضا ما يسمى بالمراوح الطواحين أو الويند ميلز، ورقم ثلاثة استخدام الطاقة المتجددة من ضمن مشاريع مؤسسة البترول الكويتية، منها مشروع الدبدبة وهو أيضا مشروع ضخم جدا. في الإجمال الكويت استثمرت قرابة المليار دولار تقريبا في مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء منها. يبقى الآن نتكلم عن إدارة النفايات، وهي مشكلة رئيسية ومهمة في الدولة بوجود هذه المرادم. أحد المرادم التي الآن نراه في زيارة معينة للدائرة السابعة قد وصل إلى 30 متر تقريبا. إذن إدارة النفايات الصلبة في الدولة وإدارة النفايات السائلة جزء كبير أيضا من مشاريع خطة التنمية، والآن في هذا البرنامج تم اعتماد مشاريع ذهبت إلى هيئة الشراكة لتفعيلها. الرعاية الصحية العالية الجودة، هناك تحدي مهم جدا، قصور في السعة السريرية في الدولة. الخطة الإنمائية تطمح إلى
مضاعفة هذا العدد بإنشاء العديد من المستشفيات. هذه المستشفيات تقوم في تعويض القصور في السعة السريرية. عندنا تدني أيضا في جودة الرعاية الصحية بناء على المؤشر، فهناك مجموعة من البرامج وضعتها وزارة الصحة. أيضا عندنا مشكلة في زيادة الأمراض المزمنة والسمنة، لحد يطالعني هذا الحين أنا شغال على روحي أول شيء. فهذه أحد التحديات الموجودة في الدولة، وهي أيضا تسبب أثر اقتصادي سيء، لأن الزيادة في ما يسمى بالنون كوميونيتبل ديزيزز له أثر اقتصادي يمكن أسوأ من العناية الطبية فقط. آخر شيء عذرونا إذا طولنا، هو يتكلم عن غياب إعلام دائم للخطة. يعني إحنا دائما الناس تكلم زين، انتم طلعوا وتكلموا وقولوا لنا ايش عندكم. زين بدينا نطلع نتكلم في هذا الموضوع، حطينا برنامج كامل في الدعم الإعلامي للخطة، وهذا انطلاقة شهر 1 2017، وكانت صراحة احتفالية جدا رائعة وإشادة كان فيها، لأن ظهرت الكويت تبرز ما لديها وما هو توجه الدولة في الخطة، إضافة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية. التركيز على الدبلوماسية السياسية شيء، الآن نضيف إليه الدبلوماسية الاقتصادية لأنه مهم في تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية. هذه الصورة صراحة من أجمل الصور التي أنا دائما أتذكرها وحطها قدامي. كما نرى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر و جميع أعضاء الحكومة، دكتور جمال حربي كان معنا على فيديو كونفرنسينج يومها، اللي حضر الإيفنت في يوم شهر 1 2017، أوضح بأن الحكومة لديها التزام أمام الشعب الكويتي، وكان أعتقد البث كان البث حي للجميع، وتناولت أيضا الشبكات التواصل الاجتماعي. يوجد التزام حكومي في تحقيق رؤية صاحب السمو نيو كويت 2035. ألف شكر.